بعلبة واحدة قفرت وشوية فارينة، راح تحضري أطيب وأبن حلوى معسلة تجي مقرمشة بنينة خفيفة. هذا المعسلة راح تديري بها حالة في رمضان وراح تنسيك في زلابية، صدقيني أبن بكثير من زلابية. اسمعي لي هذيك تقرميشة، الحلوى سهلة 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 وسريعة، تتوجد في رمشة عين نتاع ضياف الغفلة. إذا جوزي معايا حبيبتي إلى تفاصيل الوصفة ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في طنجرة ضفت 4 كيسان ماء عادي من الحنفية، السعة تاع الكاس الواحد 220 ملل. كي يغلي الماء نضيف له علبة قفريت بذوق الفاني، الوزن تاعها حوالي 100 غرام. نغطيها وخليها تغلي حوالي دقيقة إلى دقيقتين ونروح نحضر الفارينة. بالنسبة للفارينة أخذت 3 كيسان، الوزن تاع الكاس الواحد 135 غرام، يعني 3 كيسان طاحوا لي حوالي 400 غرام. وكيلت بنفس الكاس اللي كيلت به الماء، ضفت لها رشة ملح وملعقة صغيرة فاني. بالنسبة للقفريت لاحظوا انه هنا ذاب وخرج الزيت تاعو. نضيف له الفارينة دفعة واحدة، حرك كي تتلملي العجينة نطفي على النار ونفرغ العجينة تاعي على البلون دو ترافاي ونعجنها وهي سخونة. في البداية نستعين بالملعقة ومن بعد نستعمل يدي، نديها ونجيبها حوالي 3 دقائق. نحصلوا على عجينة تكون طرية وملسة. قسمت العجينة على زوج، النص نبدأ نشكل فيه والنص الآخر ندخله في كيس بلاستيكي باش ما تنشفليش. راح نستعمل هاد لادوي اللي الفتحة تاعها صغيرة ونشكل الحلوة تاعي كما راكو تلاحظوا في الفيديو. العجينة هذه هايلة للخدمة، سهلة بزاف في الخدمة. بعد ما كملت الحلوة تاعي كاملة نغطيها بكيس بلاستيكي ونروح نحضر الزيت في مقلة. وضعت كمية لاباس بها من الزيت، خليته سخن مليح على النار تكون مرتفعة، ومن بعد نروح نقلي الحلوى. نقليها على النار مرتفعة باش ما تشربليش الحلوى الزيت. في البداية راح نلاحظوا انه الحلوى راح تنفخ، ومن بعد ما يدخلها الطياب راح ترجع للحجم تاعها الاول. كي تحمر من تحت نقلبها،
تخافوش انها تتحرق ليها، حتقاوم الحرارة. اذا كي تتقلى الحلوى نحطها في صفاية باش يقطر منها الزيت، ونأكد انني نقليها على النار تكون مرتفعة، ومنخافوش عليها انها تتحرق، راح تقاوم الحرارة. تلاحظوا انه الزيت ما نقصليش، هذه الحلوى مش راح تشرب الزيت لانه قليناها على نار مرتفعه. شوفوا الكميه اللي تحصلت عليها فقط بعلبه واحده تاع كوفريت، اسمعوا لي هذيك القرمشه تجي خفيفه. راح نعسل الحلوى تاعي بالعسل اللي كنت دفيته فقط باش يطلق روحو، وما ضفت له حتى اضافه. نعسلو فقط الكميه اللي راح نستهلكوها باش نحافظوا على القرمشه تاع الحلوى لمده طويله. اذا بعد ما نعسلها نحطها في كسكاس تقطر، يعني هذه الحلوى فيها كل الميزات، اقتصاديه، بنينة، خفيفة، تتحضر بسرعة. ننصحكم أنكم تجربوها، ما كنتش راح تندموا. واحد البنة فيها، واحد القرمشة أكثر من رائع، قرمشة تاع الكوفريت والبنة تاع الكوفريت، لكن الشكل تاع زلابية. اسمعوا لي هذيك القرمشة، انها راح تعجبكم بزاف وتجربوها وتعتمدوها ان شاء الله في رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اذا الوصفه تاع اليوم تستاهل البارطاج وتستاهل منكم لجام، واللي مازال ما اشتركتش اشترك في القناه فضلا وليس امرا. إذا هنا أكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، وبقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.